صراحة اليوم مدينة كربلاء المقدسة يعني تكتظ بالزائرين الذين أتوا من جميع المحافظات العراقية لإحياء هذه المناسبة الجميلة، ذكرى ولادة الإمام الحجة المنتظر. هنا أجواء محبة، أجواء تآخي، اليوم الكل هنا لربما يلوح بوردة بيده إلى مقام صاحب العصر والزمان. اليوم الجميع هنا جاء ليجدد البيعة والولاء إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. طبعا هذه الحشود الكبيرة لربما تحتاج إلى خدمة كبيرة من أهالي محافظة كربلاء، وهذا الشيء بدا واضح من خلال الخدمة المقدمة من المواكب الحسينية والهيئات، كذلك المفارز الطبية، على اعتبار نحن نعيش في أجواء كورونا. كفانا الله وإياكم ببركة هذه الأيام المباركة، الأيام الشعبانية وليلة النصف من شعبان، شر هذا الوباء اللعين من جميع الأمة الإسلامية. نعم، ننتقل إلى أحد الأشخاص الذين تطوعوا يعني في أحد المفارز الطبية، ألا وهو الدكتور صادق برهان الذي أتى من أمريكا على ما أعتقد. هنيئا لنا ولكم هذه الولادة الميمونة. حاليا ببغداد، رحمة الله على والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وحقيقة هاي من أعظم الشعائر اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للبشر، لأن القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد. نبارك الأمة الإسلامية وشيعة أمير المؤمنين، ونبارك مراجعنا العظام بولادة هذه الأمة، الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه، ويقال من لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. الحمد لله الذي هدانا أن نعرف إمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل اللهم فرجه وسهل مخرجه، الذي سيملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. الله يسلمك. دعنا نتحدث عن اليوم عمل المفارز الطبية، خصوصا نحن نعيش فترة وباء، انتشار وباء. يعني كيف تقدمون النصح، الإرشاد، أيضا تعاملتوا ويا حالات خطرة؟ حقيقة الحمد لله والشكر ما تعاملنا بذيك الحالات الخطرة، وإنما بركة الإمام الحسين واحد يحكيها لله. يعني أنا حتى في زيارة الأربعين من صارت، يعني يمكن أنقل لك حادثة، يعني بالفندق خلي الأوكزيميتر بصبعي 94، أجي بين الحرمين رغم كظة الزوار يقرأ 99. ما شاء الله. أي ما شاء الله. بس كنصح كإرشاد للمواطنين للكذا، لا الحمد لله والشكر. هذا إن شاء الله كله ببركة الإمام الحسين عليه السلام، كذلك بركة الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف.